عايزين نعرفكم دلوقتي على واحدة من أهم بطلات مصر لذوي الهمم، وهي والدة شيماء سامي لاعبة منتخب مصر البارالمبية للريشة الطايرة، مدام عايدة عبد الحفيظ اللي مشرفانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا مدام عايدة، وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح النور يا حبيبي، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بصحة وسلامة. يعني في البداية عاوزين حضرتك تكلمينا ازاي كنتي داعم قوي في المسيرة الرياضية لشيماء سامي، لان احنا عارفين تحديدا ان التمارين الرياضية فيها مجهود كتير بقى، عشان يعني تروح النادي وتتمرن وتاخد تمرينها، واعتقد بتتمرن اكتر من 3 مرات في الاسبوع ممكن يعني. ايوه 3 مرات في الاسبوع. نعم. وبل يمكن 5، او لما تكون راحة بطولة ولا حاجة بتبقى يعني ممكن كل يوم. طيب ايه بقى التحديات اللي واجهتيها في رحلة الدعم دي؟ لا دي تحديات كتير جدا ما اقولكش عليها يعني بصراحة، بس هي عندها ايمان بالله وعندها يعني عزيمة قوية بقت مساعداك انها يعني عايزة توصل للي هي عايزة في دماغها. نعم. طيب قولي لنا، طيب يا مدام عايدة، يعني اصعب لحظة مرت عليكي واحلى لحظه مرت عليكي؟ اصعب لحظه مرت عليا اول ما جالها المرض، دي كانت اصعب لحظه عليا. واحلى لحظه واحلى لحظه بقى دلوقتي وكل مدى انا فرحانه بيها وسعيده بيها ومبسوطه انها الحمد لله تحدت كل حاجه صعبه. صحيح، هي تحدتها بيكي طبعا، ويعني ربنا يخليها لله. ليكي ويخليكوا لبعض انتوا الاثنين. مدام عايدة عبد الحفيظ، يعني شكرا وكل سنه وحضرتك طيبه، يا رب دايما ربنا يخليكوا لبعض ويجمعكوا دايما على خير.